نشر موقع اليمن نت تصريحات أطلقها عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، حيث قال إن نظام دولة الإمارات الذي قتل الجيش الوطني ومزق الصف الجمهوري لا يستحق المباركة بمناسبة يومه الوطني، وأضاف بأن دولة الإمارات قتلت الجيش الوطني ومزقت الصف الجمهوري واحتلت جزر وموانئ ومطارات اليمن وعطلت موارد الشعب بدعوى دعم الشرعية. واستطرد باتيس أن الإماراتيين سيغادرون اليمن بهدوء كما دخلوها بهدوء، لأن الشعب اليمني شعب عزيز.